السلام عليكم، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير حبايب قلبي. طبعا اليوم اخوي عمل فيني مقلب ردا على مقلب سرقة السيارة. طبعا واللي ما شاف الفيديو فوت على القناة شوف الفيديو اعطينا رأيك فيه يا حبيب قلبي. وثاني اشي راح اقول لك يا حبيبي يا محمد الرد القرد، يعني تعذبت عن جد، تعذبت هذا العذاب مال شلع. يعني يا ريت جايبه، يعني يا ريت جاب النوعية اللي يعني خلص بتشيلها وتحطها. نو جاب النوعية اللي بتدوب على الغاز وبتحطها على الورقة وبتجي بتلزقها، يعني مثل بيستعملوها بالصالونات مشان الدقن او الوجه. ايه طبعا مو مشكلة، بس يا حبيب قلبي الرد قريبا، الرد رح يكون دبل دبل يا حبيب قلبي دبل، يعني رح تتونس بالرد. وهلا شوف الفيديو حبايب قلبي وعطونا رأيكم فيه. رولات خليهم خليهم واحد صدره واحد صدره واحد صدره بالمرن حياة امك. لا تلعب صدري مشان لا انزل فيك، لا حد يقرب على خرا صدري. طلع الشعر من البدايه، لا حد يقرب على صدري، لا حد يقرب على صدري محمد مشان ما اضربه. رجعوا ايده ايده محمد مشان ما اضربه. محمد عم بقلع مشان ما اضربه. بقلع مشان ما اضربه. لا خليه ينشفوا خليه ينشفوا. Good morning bro. شلونك؟ طلع صارت نظيف. نعم طلعت مزف. شلون؟ شلونك برو؟ شلونك فيها؟ حلوين؟ لكن انت تمالب محمد هيك اللي تسوي فيني مالب ما سيارة؟ يا ما زبطت شكرا. شلونك بيها برو؟ شلونك بيها؟ حلوة؟ والله لازم كنا حاطين على لحيته. صار نظيف. خلص روح تقعد. اه برو شلون حلوة؟ تفضل تفضل. روح روح. والله طلع بلا شعر مزي برو. روح. ايش عم يصير معك؟ خذ الماء. يلا خليها تنشف عشان نشيل منيح شعر. ايش عم تصير معك؟ شلونك برو؟ ايش عم تصير معك؟ حلو عجبك؟ اوه عم تعمل عملية نتف مثلا يعني؟ لا والله 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 عم بحكي عن جد يعني. يعني خلص صحي عيب، خلص عملت دول خلص صحي. ما شفة غليل يا زلمة مش بيك. خلص صحي على نفسك. خلص صحي على خلص صحي على نفسك يا لو. وعدتهم انا خلص خلص صحي على نفسك خلص. لا تعيط لا تعيط. شو شعورك؟ احكي لي احكي لي شو شعورك؟ شو شعورك؟ شو شعورك؟
جايب لك احسن نوعيه بالويل مارك، احسن نوعيه حق 10 دولار يا شباب. ما نمت الليل مشان اسويها فيه، بس طلع حمار ما حس يعني. شو بدك يا المتابعين؟ لازم واكس، لازم واكس، واكس خلاص بعد جيب لي، جيب لي واحدة أصور، جيب واحدة، جيب واحدة، جيب واحدة. لمي 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 جي أبر الشاء الخلع النام الخلع، جيب واحدة فضل مشيولة وكذا حبك أنا على وراء بدك مساعدة؟ اسمع النوعية أنا بإيدي وجانب خلاص شوفتوا لهم متابعين خلاص خلاص مشورة تفضل أخويا لا تلعب بالوجه دير بالك أنا ما بعرف على الوجه لا تلعب بالوجه افتح ما عندك قدر طبعا انا المصور ما بس بدينا خبره شلونك فيه ساعات عن الملص لك لسه فيني والله احسن نوعية برو عشان تعرف احسن نوعية طلع بطنك صارت طلع طبعا بشار هلا ما راح تضطر تحلق راح تعطينا شعورك بعد المحاورة خلص بشار احلق رجل وخلي رجل خلاص انت كيف اللي يجيب لي هداك قايل لك 10 5 10 شو بتحكي للمتابعين؟ يلا برو شو شعورك؟ انا وعدتكم بفيديو وهي رديته يمكن ما نجح هداك النجاح العظيم يعني بس على الاقل حاولت يعني نال منه نال منه نلت منه شوي يعني هلا هذا راح يضطر بده يحلق شعر بطنه وراح يحلق رجل ويخلي رجل بس مشكلتي ما بحب العب بالراس الا كان شعرات راس واحد طلع شعرات طلعوا كان كل هدول راحوا هو على هاي يا سيدي انا ما ارتعبت انه شعر اعطينا كلمتك الرد انا راح اعطيكم انا راح اعطيكم اعطينا الرد سوف يكون قريبا اعطينا قريبا طبعا هذا كمان والله احلى شيء اخر وحده لازم ردت فعلك استاذ ردت فعلك انسحب ردت فعلك رياكشن رياكشن شو رياكشن تشيلها من الفيديو حتحط اللقطه صورها بتورجع توتر هون 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 هيوا هيوا الله بدك حمام ساعه مي سخنه مع تنظيف انا بنصحك والله يا بشار مي سخنه ايوه مي سخنه طلع 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 مي سخنه فوكس جيف مي سخنه جيف يلا يا شباب طبعا هذا صاحي من النوم لا 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 جيبوا 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 طبعا هذا جيبوا 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 صبا يعطوك صبا يعطوك محمد خلاص هيك روح 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 شو بقى عم تمالبني وبدك تضربني انهي بدك كل شيء انهي طبعا شباب افضل رد افضل رد تنظيف 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 كامل خلاص انهي وهذا هي نهايه الفيديو كمكي الرد قريبا الرد حيكون اقوى
أقوى. اول اشي يا جماعة، هي انا اول مرة بحياتي بطلع على الشاشة او بسوي، يعني بعمل مقلب او بسوي اي اشي. إيه؟ وحسيته ما نجح هذاك اليوم، يعني ما شافه غليلي لسه. انا والله أنا لا 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 سوى فيني مقلب مال السيارة. ايه تعب. بس هذا المقلب راح يكون اقوى، لانه الشعر والواكس على بطنه راح يخليه ياخذ وقت كثير.